ومشاهدينا لقراءة أكثر عمقا في البيانات السياسية معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، دعنا نعلق على البيان العربي المشترك وما تضمنه من بنود. طبعا بيان بيدل على أن هناك موقف قوي عربي يتحرك في اتجاه العمل وبشكل كبير على إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. 9 دول عربية بتصدر بيان مشترك بتؤكد فيه على ضرورة وقف الحرب، خاصة أن الكلمة اليوم لمندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد على أن عدد الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء يتعدى 70% من الشهداء. احنا بنتحدث عن 7000 أو أكثر من الشهداء الفلسطينيين، وبالتالي أرى أن المجتمع الدولي لابد أن يستمع وبشكل كبير إلى وجهة النظر العربية للعمل على حقن دماء الأبرياء في قطاع غزة، في ظل أن إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية، هي دولة مارقة ليس لديها أي قدرة على إيجاد تفاهمات سياسية تكون دافعة لعمليات السلام في الشرق الأوسط، لا تحترم القوانين الدولية الإنسانية، في ظل أن هناك غطاء وضوء أخضر أمريكي واضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في سعيها للعمل على تصفية القضية الفلسطينية واتخاذ واتباع سياسة الأرض المحروقة التي بموجبها تتحرك على الأرض لإبادة كل ما يتحرك داخل قطاع غزة. لم تسلم شبر واحد أو لم يسلم شبر واحد في قطاع غزة من القصف المتعمد، وبالتالي ليس هناك ولا أمان ولا سلام في أي جزء أو جزء أو بقاع في داخل القطاع. أشكرك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية.